صباح الخير عليكم خوتنا وحبابنا وصحابنا والنزوين ديالنا، مرحبا بكم في لاشي ديالكم ايمن فانغابو. ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخويا بغيت نبارطاجي معكم اخر فطور، لانه باش تعرفوا اليوم الخميس وغدا الجمعه، غدا ان شاء الله يدخل علينا سيدنا رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والعافيه وبطول العمر وربي يسمح لينا ويعيننا على الصيام ديالنا وعلى الصلاه ديالنا. نبارطاجي معكم اخر فطور غادي يكون في هذا فهاد الشهر هذا، وابتداء ان شاء الله من اليوم وفي الليل غادي نلوحوا على شي سحور مزيان وغادي نبداو غدا ان شاء الله في الصيام. المهم حنايا في تقريبا في الاوروب كاملين غدا غادي يبداو يصوموا، يعني الهلال البارح راقب وما بانش، سيتادير غدا ان شاء الله غادي يبدا الصيام. المهم اخو الفطور ديالي المفضل انايا هو عندكم كما تشوفوا معايا، انا نعم اسيل جوج فرماجات، هذاك ديال البلاد، جوج فرماجات مع زيت العود، خبيزات و قهيوة. واش واش خونا وحبابنا وصحابنا والناس زوين ديالنا فاقا برجع عليكم من بعد ما فطر وخشف وجهه مزيان مورا نطلع ليه. المهم اخوتي قبل ما نبداو طلع ليا بلا عييت ندور وخبات بحور. المهم كيما قلت لكم اخوتي انايا ما كذبتش عليكم، انايا فهاد الدروس اللي كندير دابا درت تقريبا شي جوج دروس ديال تعلم اللغه الالمانيه. انا لقيت في مراحل، علاش لقيت في مراحل؟ لقيت بانني كان الناس كنفيدها، يعني في العوض ما تبقاش جبد شي موضوع اللي بنادم ما غادي يدير ما غادي يستافد منه والو، غادي تبقى غير طارق عليه الغوله. كتقول والله من بنادم مريح في هاد الحجز الصحي، خليه يتعلم على روحو اللغه، راه نهار غادي تمشي هاد كورونا هادي ان شاء الله غترجع كيما نقولوا حنا، يرجع كلشي بخير ولا خير. ونهار هذا القوانين في الاوروب الناس اللي عندها اللغه تبغى تجي هنايا، تلقى انت في راسك راه عندك واحد الباجاج بعدا قادر ديباني روحك، قادر تنافيكي على راسك باش تغرب. يعني بلاد ما بقاش يخمم لا انا ما عنديش فلوس، راه الا ما مشيتش فلوكة ولا ما ضربش في الرموك ولا ما ضربش في بابور ما غاديش نحرك. راه كلشي بالعقل، ربي عطانا العقل باش نفكروا بيه ونفرقوا ما بين الخايب والمزيان والى اخره. ولكن بنادم الا لقى كيفاش يمشي مسوقر سوا زواج تكوين مهني ولا خدمه يمشي، هذيك احسن حاجه تجي هنايا بعدا راك مامن وكذا وهادي ومريق الامور ديالك. الا ما عطاك لا شونس موي ليسونسي انت هو اجي يقول لك الله سبحانه وتعالى سبب عبدي وانا نعاونك، انت دير السبب، انت ماشي انت باغي تمشي، ماشي انت باغي تمشي تقرا ولا باغي تمشي دير تكوين مهني وما باغيش تقرا اللغه، راه ما كايناش هادي، راه امبوسيبل. الا باغي تقرا الا باغي تحرق راك طلع لتركيا باش تحرك، راه ماشي انت مريح في داركم غادي تسنى تجيك شي ما على باليش انا شي حمار غادي يديك للطاليان ولا فرنسا ولا ما على باليش انا. المهم خلينا نخلص هذا الموضوع. الدرس ديال اليوم هو الموافقه. الموافقه يعني شي واحد ملي كيهضر معاك كتقول انا كنوافق الراي، صحيح انت عندك الصح والى اخره. الموافقه باللغه الالمانيه كتعني تسوشتيمونغ، تسوشتيمونغ موافقة باللغة الألمانية. غنبداو بأي حاجة. اه أو كلمة نعم تعني بالألمانية يا، وكلمة ناين تعني لا. يعني شي واحد هضر معاك معجبكش الرأي ديالو كتعني لا، يعني كلمة ديال ناين. وكلمة ديال ممتاز كتعني ممتاز، ممتاز كتعني هافوراغند، هافوراغند. وكلمة رائع، رائع كتعني بخيمة. وكلمة جيد كتعني جود، جود. وكلمة جيد جدا كتعني زير جود، زير جود. وشي واحد بحال دابا شي واحد قال لك شكرا بزاف بحال هكا دانكشون، دانك بغودار، دانكش فيسا بحال هكا، يعني شكرا اخي وشكرا اخشي. تبغى تقول زعما بكل سرور، بكل سرور غادي تقول ليه جانا، جانا او غانغشين. كلمة بالطبع الفرنسية بيان سور ولا دارو كيما نقولو هنا بالطبع، كنت انا مغاربة نقولو بالطبع، هي سميتها ناتشورليش. كاينين جوج، اما ناتشورليش ولا زيبس فاشتندليش، ناتشورليش او زيبس فاشتندليش. ندوزو اسيدي بحال شي واحد كلمة حسنا يعني اوكي، يعني درا اي واحد تعرفها كلمة اوكي. غريب اللغة الألمانية تكتب بحال هكا اوكي، او كا ا ابسيلون اوكي.
ندوزو سيدي بحال دابا شي واحد قال لك موافق، شي واحد موافق سولك قال لك واش موافق، هل انت موافق؟ يقول غادي يقول لك بيستو اينفيرستاندن، بيستو اينفيرستاندن. الا قلت لي انت كنت موافق تقول لي نعم انا موافق، تقول لي يا نعم ايش بين اينفيرستاندن، نعم انا موافق، غادي تقول لي بحال هكا. الى دزنا دابا ندوزو سيدي، دابا ندوزو نعم سيدي الكلمه ديال هذا يعجبني، بعدا عجباتك شي حاجه تقول لي هذا عجبني، تقدر تقول لي ولا تقول لي تقول لي يا داس جيفيلت ميا، داس جيفيلت ميا، هذا يعجبني ولا هذا يروق لي باللغه العربيه الفصحى. الى كنتي بحال بغيتي تقول لي هذا يعجبني ايضا، يعني حتى هذه كتعجبني الدارجه ديالنا، حتى هذه كتعجبني، غتقول لي غادي تزيد كلمه اوخ، داس جيفيلت ميا اوخ، يعني قلنا حنا هذا يعجبني غتقول لي داس جيفيلت ميا، وهذا يعجبني ايضا غتقول لي داس جيفيلت ميا اوخ. دابا نوزو نعم سيدي، الى شي واحد سولك في شي حاجه وبغى يسولك لك واش انت راضي واش انت ما راضيش، ما تقول لي انا راضي، نعم انا راضي، تقول لي ايش بين سوفخيدن، ايش بين سوفخيدن. الا بغيت تقول لي انا ماشي راضي، ماشي راضي، ما راضيش على هادشي اللي قلتي لي، تقول لي ايش بين نيشت سوفخيدن. دابا ندوزو الكلمه فكره جيده، فكره جيده، شي واحد اختار عليك شي حاجه، دار معك شي بلان، عجبك البلان ديالو، تقول لي غوتا ايدي، غوتا ايدي، يعني فكره جيده، اقتراح جيد، لانه كاين فرق بين اقتراح وفكره. اقتراح بالالمانيه اسم ديالو فوشلاك، غادي تقول لي شي واحد اختار لك شي حاجه، بغا تقول لي اقتراح ديالك مزيان، غتقول لي غوتا فوشلاك، غوتا فوشلاك، كلمه بالضبط، بالضبط يعني تماما، تماما يعني جيناو، يعني كلمة بالضبط أو تماما تعني جيناو، جيناو كذلك تعني جيناو زو، جيناو زو تعني كذلك. إلا بغيتي شي واحد تقول ليه هذا رأيي أيضا، شي واحد اختارك عطيني الرأي ديالك وبغيت تقول لي الرأي ديالي كيما نتايا ولا هادي، تقول لي كانس ماينو ماينونغ، كانس ماينو ماينونغ. ولا بغيتي شي واحد تقول لي احنا عندنا نفس الراي وانا نتقاسم نفس الراي، تقول لي دا زيند فيا اينا ماينونغ، دا زيند فيا اينا ماينونغ. الا بغيتي شي واحد تقول لي ما غنديش العصا في الرويضه كيما تنقولوا حنا بالدارجه المدرجه، ما غنديش العصا في الرويضه ولا ما عندي حتى اعتراض، تقول لي دا كيغن هابا ايش كاين اين فيندر، انا ما غاديش بلا صافي الروايده، تقول لي داكيغن هابا ايش كاينه اين فيندر. المهم باش نعاود نشرح هذه الجمله هذه، لا اعتراض لي على هذا، باش اخوتنا اللي ماشي ما يعرف ما يفهموش الدارجه يفهموا هذه الكلمه هذه، لا اعتراض لي على هذا، داكيغن هابا ايش كاينه اين فيندر. هذا ما كان اخوتي، اليوم غادي ندوزو الكلمه ديال الحلقه هي الفوز، الانتصار، النصر، الرباح، بالالماني سميتو دير زيك، دير زيك. هذا ما كان خوتنا وحبابنا وصحابنا والناس الزوينين ديالنا، الناس اللي مازال ما تابوناش وكتتفرج، ما تنساوش اخوت الضغط على زر الاشتراك ولا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. الناس اللي غادي تتبع، اللي غادي تتبعني في الحلقات ديال الالمانيه، خصك اخويا تضغط على زر الجرس باش فين ما تطلع شي حلقه ولا هادي تكمل معايا الدروس. هذا ما كان اخوتي، تبارك الله عليكم، عواشركم مباركات، ان شاء الله تصوموا بالصحه والعافيه وطول العمر. كان معكم ايمن فاغابو. الناس زاد ما تنساش ابوني، اللي عجبو الفيديو يدير لايك، اللي ما عجبوش يدير ديسلايك، اللي عنده شي سؤال ولا اللي ما فهمش شي حاجه يخليه في كومونتير، ولا اقترح، بغيتو تقترحوا لي شي حاجه مرحبا، صافي بليز اقترحوا لي شي حاجه، شي فكره عندكم ولا هادي، ماشي ما عنديش مشكل هنايا. يا الله تبارك الله عليكم، كان معكم ايمن فاغابو، ربي معكم و تشاو تشاو تشاو.